وفي خبر ما أدري وش أسميه، لكن يقول إنه الأب الأوغندي موسى حصايا اللي انتشر على تويتر وفي كثير من المواقع والصحف العالمية قرر التوقف عن الإنجاب. طيب وخير يا طير، ما يتوقف؟ لا، مو لأنه موسى يعطيه العافية أب لمية واثنين بين أولاد وبنات اللي أنجبهم من زواجه من 12 امرأة. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، والله قريت الرقم كذا مرة علشان أتأكد بس فعلا طلع صحيح. المهم هذا القرار جاء بعد ما وصل إلى حالة معيشية صعبة وصار يطلب المساعدة لتعليم أبنائه اللي مو قادر يصرف عليهم. هذا الحشد الذي تشاهدونه الآن عبارة عن أسرة واحدة، نعم أسرة واحدة، عمودها هذا الرجل واثنتي عشرة زوجة وجيش من الأبناء والأحفاد. لكن مؤخراً قرر المزارع الأوغندي موسى حصايا البالغ من العمر 67 عاماً التوقف عن إنجاب الأطفال. ووفقاً لصحيفة ذا صن البريطانية، طلب موسى من زوجاته استخدام وسائل منع الحمل بسبب تكاليف المعيشة الصعبة.